طيب برضو في بعض الامور اللي احنا بنحب دايما نتكلم فيها، ومثل مثلا ان انت هتلعب المباراه اللي جايه على ملعب نجيل صناعي، نعم الى متى ستظل مثل هذه الامور؟ يعني انا ما بشوفش، يعني ما بشوفش الفرق الكبيره، مازيمبي من الفرق الكبيره في افريقيا، الاهلي هو الاكبر في افريقيا. يعني هل ممكن في يوم من الايام نتفرج على مباراه لباريس سان جيرمان وبرشلونه على ملعب نجيل صناعي؟ هو بص يا كابتن، يا انت جماعه انا بجد تعبت. ايوه، هي حاجه طبعا اللي بتحصل مؤذيه في جدا. افريقيا دي، وكميه الفلوس اللي بتتبعت من الاتحاد الدولي لبعض الدول الافريقيه علشان الملاعب وبتاع، وفي الاخر صح، تيجي تجد ملعب زي ده. حاجه مؤذيه طبعا ومتعبه جدا، ولكن انت تتعامل مع مشاكل او الكره الافريقيه بمشاكلها خالص. خلاص، ما يعني ما بقيناش حتى نحاول. يعني ما انا عندك فاكر، حصانة من الموضوع. انا فاكر في احد الملاعب في ولايه في شمال نيجيريا، كان دكه البدلاء، كان الاهلي بيلعب هناك، دكه البدلاء يا كابتن قدامك حفره، يعني لو واحد قايم من على الدكه صحيح، يقع فيها. كان فريق اسمه، أنيمبا لا كان فريق اسمه كانيمي ووريرز، محاربي الكانيمي، دول في شمال نيجيريا زمان. ايوه انا حضرتها المباراه، كان هناك وايام الكابتن طارق سليم. بقول لحضرتك دكه البدلاء كده قدامها حفره، يعني لو اي حد عاوز ينزل من الدكه دي يروح على الملعب يقع. لا والله يعد حفره الحفره، كبيره. يعد الحفره. فعايز اقول لك ان هي مشاكل الكره الافريقيه موجوده، احنا لا نملك غير حتى ينصلح هذا الامر غير ان انت تتعود او تتمرن، ويمكن ده اللي هيعمله بعثه النادي الاهلي، ان هي بكره طالبه هتروح طالبه التدريب كمان على الملعب ده مرتين وفقا للقانون. يعني على فكره موسى كتومبلي هو رئيس رجل الاعمال الشهير، ايوه رئيس لو نادي رجعت مازيمبي يعني. رئيس نادي مازيمبي لو رجعت في السنوات كان بالنسبه له الاهلي عقده، طبعا وهو كان حط الاهلي كهدف ازاي صح. يقرب من الاهلي ويصل، وهو نجح انه يبقى عنده 5 بطولات دوري ابطال افريقيا. وملعب لبومباشي كمين لاي فريق على فكره. ليه؟ خطورته في حاجه، قرب الجمهور من الملعب وسوء ارضيه الملعب، حاجه يعني. وعلى لعيبه الاهلي وعلى كولر كسر اراده مازيمبي في ملعبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى ده مش هيتطلب يا جماعه غير بمضاعفه الجهد، بالتركيز يعني شديد جدا، بالحذر من عدم منح طاقم التحكيم والفار، وربنا يستر من اخطاء ومن كور. واحنا اتفرج على الملعب وشوف تركيبته، تلاقيها تركيبه غريبه جدا، يعني تقسيمه الملعب. ده كويس ان في فار يا استاذ، ما انا بقول لك تقسيمته، تقسيمته كبيره جدا. فانا بدل عاوز ما اقول لك ايه، تتظلم ظلم باين، ما انا بقول لك نص ظلم غالبيه ان شاء الله لم تكن نتائج الانديه المصريه على هذا الملعب مبشره. فانا يعني عاوز اقول ايه، ان شاء الله تكون المفاجاه، ويكون ان شاء الله التوفيق حليف لعيبه النادي الاهلي، يكون التركيز شديد، يكون هناك رؤية واضحة في المباراة. فريق هو فريق شرس وقوي، لكن ليس بالمرعب. يستطيع الأهلي بإذن الله تعالى أن يكون حاضر بقوة، بالتركيز، بالهدف الكبير المحافظة على اللقب. إن شاء الله يستطيع كسر إرادة مازيمبي على ملعبه، وتقديم مباراة كبيرة قبل العودة إلى القاهرة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله.